يقول أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وهلي قضوا كلهم عطاشة. بعد إش عندك؟ قال وحسين النبل صاير فراشة يا ويلي ومات مفتوت الحشاشة يلي تعتبوني وتلومون صوتك ليش العمر تقضيه محزون مثل اللي شفته لو تشوفون كان بلطم ونياح صرتون يلتفت إليه أحد أصحابه يقول مولاي صف لنا دخولكم إلى الشام شلون دخلوكم إلى الشام؟ قال أوقفونا 3 أيام على باب الساعة تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس ألها المناد ومصيبتا. بعد مولاي وين كان رأس أبوك الحسين؟ قال وكان الرأس موضوعا بين النساء كل ما نظرت إليه امرأة ذاب قلبها من الحزن. الله يساعد قلبك، الله يساعد قلب زينب، الله يساعد قلب سكينة وقلب الرباب وقلب سائر الأطفال والنسوان يشوفون الرأس. لكن بسائلك، الرأس صحيح موضوع صوب النسوان، لكن كان سالم لو ما كان سالم الرأس؟ الرأس كانت فيه آثار ضربة الحجار، بس ما يذكر الشامات من الحال يتغير. هلا بهذا الصوت وهذه الونة اللي اليوم جاية تواسي زين العابدين. بس ما يذكر الشامات من الحال يتغير والعبرات في صدره تظل يا حيف تتكسر وويلا ويصيح شلون انا انسى مصايب دخلتك يا الشام ويامك على قلبي مثلها ما جرت ايام ما انلام لو قضيت عمر بنوح ما انلام. ليش؟ قال شفت الموت قدامي بشوفة أهل تتيسر. عيد عيدة. شفت الموت قدامي بشوفة أهل تتيسر 3 أيام خلونا على بوابة الساعة واللي ذوب قليبي ودهاني تشمت الشمات وين حسين والأكبر وين صاحب
الصلاة زمان العز رحل عني وجاني هالزمن لقشار زمان العز رحل عني وجاني هالزمن لقشار يوسف رجع لا يعقوب وقرت منه عيونه وانت بعد رجع إليك يوسف يوسفك مولاي رجع إليك يوسف رجع لا يعقوب وقرت منه عيونه ما شافه على الغبر بعوادي الخيلي قلبونه وانا شفت الابو مرمي والاضلاع مطحونه ما اقدر على المذبوح ابطل ناحي ما اقدر عيد عيده ما أقدر على المذبوح أبطلنا ما زال إمامنا في مأتمه وكروب إلى أن دس إليه الوليد ثم زعافا قاتلا جعله له في طعامه وقيل في شرابه تناول الإمام شيئا قليلا خل إيده على قلبه أحس من فيه إلى سرته من يقطعها بالمواسي من يجرحها بالسكاكين ارتمى على فراش المرض صار يمد يدا يقبض أخرى صح ونادي وإماما لبنية من شأنها الرقة ومن شأنها الحنان بنات الإمام شلون حالتهم يشوفون أبوهم مسجى شلون حالتهم يشوفون أبوهم جبينه يرشح عرقا صارت كل واحدة تنادي وأبتا عظم الله أجوركم لما دنا رحيل الإمام التفت إلى ولده الباقر سلم إليه مواريث النبوة والإمام نادى الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العامل هيئ نفسك إلى الفاجعة هيئ نفسك إلى المصيبة عند احتضار الموت مد يده أسبل رجله غمض عينه عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة أله المنادين وإماما ما جت المدينة بأهلها خرج الناس إلى الشوارع هذا يلطم على صدره ذاك يلطم على راسه راحوا إلى دار الإمام وإذا يشوفون جثها مدى قام إمامنا الباقر بجهازه جعله على ساجة المغتسل صار يتشاغل بتقليب جابر الجعفي واحد من أصحاب الإمام يقول أنا كنت موجودا شوي وإذا الباقر يتنحى ناحية يبكي يقول التفت له سيدي ماذا جرى شو اللي غير الوضع أشار إلى آثار على ظهر أبي تعرف هذه آثار شنو يا مؤمن
يقول قلت لعلها آثار الجراب الذي يضعه على ظهره ليلا. قال لي لا يا جابر، ولكنها آثار السياط والجامعة. ألها المناد ومصيبتا يفصلها الخبر جابر، الجعفي والقلب وقاد يقول الون فجعتني من الباقر على السجاد. إذا عندك حاجة الأبيات الأخيرة والله يعودك، ها يوم اللي أبو محمد فاضت منا الرواحة، الباقر قام للتغسيل ومنا المهجة مجروحة. عند المغتسل واقف أنا ولن أسمع الصيحة، تتعالم نبو جعفر ينعى كعبة الوفاة. هذا كلام جابر. بعد اسمع رد الإمام الباقر على جابر الجعفي، يقول ناداني ودمع العين يتجارى على الخدود، يا جابر شاهدت عيني بظهر بويا أثر القيود، لاحت كربلا قبالي وعمات المشت فرهو، ذكرت حسين متغسل من دمه على التربه.